الانتخابات الدائره تاعنا سيتي نورمالمون لو 25 مارس دونك اول حاله ظهور ومن بعد رانا نشوفوا بدايه ظهور وارتفاع للحالات دونك هاي تطلع تهود عاود تطلع رانا نشوفوا هذيك لا بيريود تاع هذيك لو شيفر تاع 18 دونك سي جينيرالمون هنا كي نشوفوا عدد الحالات اللي راها في ارتفاع هذه تدل على كي نقولوا تنقلات المواطنين تاعهم وعدم احترامهم للحجر المنزلي دونك الحاله الاولى كان جايه من بليده الحاله الثانيه سيتي مختلف الحاله الثالثه والرابعه سيتي نتيجه صديقه كان في جنازه ومن بعد صارت العدوى الحالات هذه اللي راها في ارتفاع هذه تدل على صديقه على الكثافه كي نقولوا الناس كي كانوا سيرتو لا بيريود اللي قبل رمضان اللي كانت ديال التموين تاعها يروحوا للسوبرات ويتلاقوا في مدينتهم ويمشوا للمواد الغذائيه دونك هنا كانت نسبه العدوى كبيره عاود نشوف جوان وين كان ثاني ارتفاع في الحالات هذه جينيرالمون نتيجه عن تنقلاتهم صدر يامات المغافره يروحوا يديبلاسو ويغافروا ايتترا دونك يسالوا سي لو ديبلاسمون تاع لا بوبيلاسيون تاعنا لا بيريود تاع العرس راهم الفاتحه والصديق واللقاءات و اون ميم طون سي رفع الحجر المنزلي ما نسوش بلي لا بيريود تاع رمضان كاع الناس اللي كانت تشري كانوا يديروا هذيك المحلات للاسف هذيك نصف مغلقه دونك كانوا يدخلوا الناس يشرو عاودوا يخرجوا والبلاصه تكون مغلقه دونك سيتي ان ميليو فافورابل باش لو فيروس ستادير يدور ويدو العدوى تاعو دونك حنا ماذا بينا هذا 25 وما يزيدش يطلع لكن للاسف كون ما يكونش تضافر الجميع راح يطلع للاسف بالنسبة للبلدية بلدية عين تمشن جينيرالمون سي نفس المنحنى دونك راكم تشوفوا بلي نفس الحالات الأولى ومن بعد بداية ارتفاع ومن بعد هبوط ومن بعد ارتفاع هذه المواطنين بالنسبة لسيدي بن عبدة سجلنا 9 حالات الحمد لله طول المرة توزيع الحالات انا غير باش نوريكم بالنسبه لشهر جوان دونك الشهر مازال ما كملش دونك رانا نشوفوا الارتفاع الهبوط ايتترا ولا بيريو تاع هذيك لو 11 جينيرالمون سي لا بيريو تاع المغافره الناس اللي راحت تبي بلاصتك وغافرت ايتترا دونك هنا كانت نسبه العدوى تكون كبيره كاين ميم الصديق لا بيريو تاع رمضان لا ديرنيير سيمين تاع رمضان كانوا يروحوا يشرو قش كيما هضرنا الملابس تاع العيد وهذا وكاين اللي كانوا يديروا اسكو تلاقى بيه ولا لا نسيب نروحو نديبلاصو اسكو تلاقى مع الجار دونك هادو اوبليجي حنا نشوفوهم صديق حنا ما نشوفوش غير الحالات اللي تم استشفاؤها نشوفو العائله نشوفو كاع المحيطين بها سيرتو اذا كان يخدم في صديق الناس اللي معاه في نفس المكتب اللي كانت على اتصال معاه اللي شفتها دونك الحجر غالبا الصحة ولا يخص الحماية المدنية ولا شؤون دينية ولا الشرطة ولا دونك يخص الجميع بما فيهم المواطنين دونك حنا باش كي نقولوا نطوقوا هذا الوباء وما يزيدش يجب التنسيق المحكم ما بين مختلف الهيئات حنا ماذا بينا صديق يكون عندنا حاله البي ار سي يكون حاضر يعلم بالمواطنين شغل اللي راهم توشي عنده لي جوندارم اذا كانوا توشي لا سي اون بيريود وي فوت كاين عندنا مشكل واحد اخر كاين ندير لهم حجر منزلي لكن كي نقولوا ماديا ما عندهمش تقول لك ما عنديش باش ناكل حنا ماذا بينا هنا ثاني تعاملنا اجباري ارتداء الكمامه هذه هذه اوبليغاتوار صدرنا في مقر العمل الحرص على التباعد غير باسكو يكون حنا وحدنا ما قادرين نديروا والو ما يكونوش المواطنين تاعنا متجاوبين دونك على نفسنا كل واحد يحس روحه بلي مواطن دونك حنا نديروا هذه الاجراءات الوقائيه في دارنا ونعموها على الزملاء تاعنا دونك فرق التحقيق الوبائيه دونك باش نعرفكم حنا ليكيب اللي دير التحقيقات الوبائيه دونك كاين بليزيوغ ايكيب باسكو دي فوا كيكون عندنا لي كا بزاف التطهير راهو معنا مع مسيو بالقدر وبدميعة الطبيبة النفسانية راها معنا وفريق التوعية الصحية ثاني كاستاذ راهو معنا يعطيهم الصحة يعطيكم الصحة شكرا